واش تبغي تهلا فراسك في هاد العيد وتشري ما بغيتي دابا ولا تقاد الميزانيه ديالك مع لا كارت كوات خذ القرض الفلاحي للمغرب شري ما بغيتي دابا وخلص على 4 المرات وانت هاني لا كارت كوات خذ القرض الفلاحي للمغرب كتسهل تدبير حياتك اليوميه وكتمكنك من الاستفاده من تسديد مقسم على 4 شهور لكل مشترياتك الخلاص في الانترنت في كاع المواقع المغربيه الخلاص بدون تماس وزيد وزيد للمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.creditagricole.ma. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. موعد الفلاح موعد يومي مع النصيحة والمعلومة الفلاحية. موعد الفلاح قرابيها كنسهلوا عمل الفلاح وكنمدوه بالمعلومة التقنية اللي هو بحاجة ليها. موعد الفلاح كل يوم من 2 حتى للجمعة مع 7:15 ديال الصباح على إذاعتكم إذاعة مدينة اف ام. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. ودابا مع خوتنا الفلاحة نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الفلاح. اليوم إن شاء الله غنتكلموا على أهم الترتيبات والاحتياطات الواجب اتباعها أثناء القيام بجني السمندر السكري. اليوم غادي نقدموا نصائح عامة كتخص هذا الجانب من الزراعة. فراه كيتعد السمندر السكري من المحاصيل السنوية اللي كتزرع في الفترات مختلفة من السنة وتم إدخالها للمغرب سنة 1963، وهذا باش يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المادة ديال السكر. وكيتزرع في بزاف ديال المناطق في المغرب اللي منها دكالة وتادلة والغرب واللوكوس وملوية، وكيبلغ معدل إنتاج السكر بالمغرب حوالي 3.5 مليون طن. خوتي خواتاتي الفلاحة، راه بالنسبة للعلامات ديال النضج ديال السمندر السكري تتمتلك المدة الزمنية ديالها ما بين 210 حتى 240 يوم حسب الأصناف. وقبل ما نعرفوا أن المنتوج وصل لهذه المرحلة ديال النضج خاص للمعمل ديال السكر يدير 3 ديال التحاليل اللي كيكونوا في مارس ووحدة كتكون في أبريل لمعرفة المردودية وحتى النسبة ديال الحلاوة ديال السكر في هذا المنتوج. وهذو هما أهم جوج ديال العلامات باش كنبينوا النضج ديال المنتوج ديالنا، وكتكون من بعد 7 ديال الشهور من بعد الزراعة ديالنا باش كنعرفو المستوى ديال النضج ونشوفو واش هاد الشمندر وصل للمرحلة ديال الجني ولا مازال. خوتي خواتاتي الفلاحة، راه ملي كيبدا الفلاح في الجنة ديال المنتوج ديالو خاصو ياخذ واحد التصريح من قبل الجهات المختصة، هو واحد الاستدعاء باش يبدا الجني ديالو باش ياخذ البونات ديال الشحن ديالو، وخاصو دوز هاد العملية في ظروف سليمة وجيدة، وخاص ضروري الفلاح يدير هاد الشيء، وخاص يعرف التاريخ ديال الجنة بالضبط على حسب الوقت اللي كان زرع فيه المنتوج. فمثلا عندي 5 ديال المناطق ديال الجنة مختلفة كنديروا لها واحد البرنامج خاص بها واللي كيكون مضبوط، وهكذا كيتم إعلام الفلاح باش يوجد السمندر ديالو، لأن السمندر ملي كيتجنى خاصو يتهز في أسرع وقت لأن الجودة ديالو كتقدر تضيع منها. خوتي خواتاتي الفلاحة، حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات، خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. واش تبغي تهلا فراسك في هاد العيد وتشري ما بغيتي دابا ولا تقاد الميزانية ديالك؟ مع لا كارت كوات خذ القرض الفلاحي للمغرب شري ما بغيتي دابا وخلص على 4 المرات وانت هاني. لا كارت كوات خذ القرض الفلاحي للمغرب كتسهل تدبير حياتك اليومية وكتمكنك من الاستفادة من تسديد مقسم على 4 شهور لكل مشترياتك الخلاص في الانترنت في كاع المواقع المغربية الخلاص بدون تماس وزيد وزيد. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.creditagricole.ma. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.